نسمع الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه. قال: فذلك لا يبقى من درنه شيء. قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. إذا كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلوات 5 تمحو الخطايا؟ كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن الصلوات 5 تمحو الخطايا؟ واضح جدا. تفضل. أن رجل عنده نهر في باب بيته يغتسل منه كل شيء، هل يبقى من وسخه شيء؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. نعم، شبه النبي صلى الله عليه وسلم من يحافظ على الصلوات 5 مواظبة حقيقية بأن على بابه نهر يغتسل منه في كل يوم 5 مرات، هذا لا يبقى عليه وسخ، وكذلك لا يبقى عليه من الذنوب. ننظر الحديث التالي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر، كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم. ليش هيك عندك؟ شو جار غمر عندنا احنا؟ كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. نعم. ماذا في هذا الحديث زيادة عن الحديث السابق؟ ماذا في هذا الحديث زيادة عن الحديث السابق؟ أحسنت. شو يعني غمر؟ نعم كثير. أحسنت، ما شاء الله، يعني شاب صغير جاوبه. يعني فضل الله يؤتيه من يشاء، فبالتالي هذا دلالة على أن النهر نهر كبير أيضاً.